وعايز اختم بالموقف الكوميدي اللي حصل بينك وبين الشيخ محمد عمران وقت الانصار ماشيين. انا كنت عامل كان دمه خفيف قوي الله يرحمه. كنت عامل 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 الانصار بغني فيه كده في 13 ثانيه كده بيقول حاجه نواني كده، وهو ايه سمع كل لما عمال يرن عليا كل شويه الانصار شغال، فقام سايب لي رساله. فانا الاول بقول ايه، اهلا بالغالي اللي بقالي كتير مستنيك، انا كنت في سيرتك مع نفسي وبفكر فيك، من فضلك سيب لي نغم صوتك اتونس بيك، وكمان تليفونك ورسالتك لاجل اسعد بيك، وانا لما اعود واسمع نغمك ان شاء الله راح اطلب رقمك لاجل اسعد بيك. شكرا ليك. السلام على من تبع واتبع الهدى بإحسان إلى يوم الدين، ليلة سودة وهم طيين بطين يوم اخترعوا الأنصار ماشيين، رد على أبوك عمران يا عبد الرحمن يا ابن 60. خير ختام.